السلام عليكم. هذا شخص ناقشت معه اليوم، هو مزيج وخليط بين الأشاعرة والمعتزلة والجهمية. أول ما بدأ في النقاش قال لي: أتحداك أن تأتي بدليل من كتاب والسنة أو من كلام السلف الذين هم الصحابة، يعني أنهم قالوا يوجد صفات لله، يعني هو ينكر صفات الله أو يجب الإيمان بها. فأعطيته حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي بعث فيه يعني رجلا على سرية، فكان يصلي بهم دائما، يعني يقول هو الله أحد. فلما رجعوا إلى الرسول قالوا له أن يعني الرجل الذي بعثه عنا يعني دائما يصلي بنا بيقول هو الله أحد. فقال: اسألوه لماذا يفعل ذلك. فلما سألوه قال: لأنها فيها صفة الرحمن، وأنا أحب الله لهذا أصلي بها. فقال لهم الرسول: قولوا له إن الله يحبك كما تحبه. هنا النبي عليه الصلاة والسلام أقره على هذا، وهو يعني القول بأن لله صفات. فعندما أتيت بهذا الدليل قال لي: أنت أولا هذا الدليل ليس بدليل، عنه دليل. وسلم لك جزءا، قال لي أن الرسول أقره على ذلك. لا أدري كيف يسلم أن الرسول أقره على ذلك والرسول أقره فعلا على ذلك. فبعدما أعطيته الدليل قلت له: وأنت يعني قال لي: أنا شافعي مفوض. فقلت له: ماذا تفوض؟ يعني هو يعني ينكر وجود شيء اسمه صفة الله، وفي نفس الوقت يقول لي أنا شافعي مفوض. هذا الدليل على أنه جاهل، يسمع كلمة من هنا وكلمة من هنا ويقول شافعية مفوضة وحنابلة ومالكية مفوضة وأحناف مفوضة ومؤولة، ومنهم من يفوض ومنهم من يؤول. فهو يعني يتبع اتباع الأعمى، يعني يسمع كلمة من هنا وكلمة من هنا ويؤلف بها عقيدته. فقلت له: ماذا تفوض؟ قال لي: التفويض هو يعني وجاءني بكلام الشافعي، آمنت بالله وبما جاء عن الله وبما جاء عن رسول الله على مراد الله، يعني على ما أراد الله. قلت له: يا رأس البرشني، يا رأس الشحم، أنا لم أسألك ما هو التفويض أو ما معنى التفويض، إنما سألتك ما هو الشيء الذي تفوضه. أقسم لكم بالله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، طرحت عليه هذا السؤال حتى أكون صادق تقريبا 10 مرات إن لم تكن أكثر، يعني كي لا أحلف على الكذب. يعني أقسم لكم بالله، لا أتذكر كم مرة، لكن ما يقارب 10 مرات. أقوله: يا عبد الله، أنا لم أسألك عن معنى التفويض أو ما هو التفويض، أسألك ما هو الشيء الذي تفوضه، لأنه ينكر وجود صفات لله، وفي نفس الوقت يقول لي أنا مفوض. تفوض إيش؟ بطاطا، ثوم، فهمتني، ولا بصل؟ إيه اللي إيه؟ ما هو الشيء الذي تفوضه؟ وهو يقول لي: وأنا عقيدتي عقيدة الشافعي وأنا أفوض. إيش تفوض؟ أنت أحمق وغبي، أنت ورطت نفسك بقولك أنه لا يوجد شيء اسمه صفات الله، وعندما أعطيتك الدليل من حديث الرسول ومن قول وفعل الصحابي والرسول أقره عليه، قلت لي أنا يعني شافعي مفوض. بعدما أفهمتك وألجمتك بالدليل الذي كنت تجهله، قلت لي أنك شافعي مفوض. قلت لك: طيب، ما هو الشيء الذي تفوضه؟ وتقول لي أنا التفويض هو يعني أن تؤمن بما جاء عن الله على مرض الله وتفوض علمه لله. أنا لم أسألك يا رأس الحم، يا رأس البرشني، يا رأس الجدع، ما هو التفويض أو ما معنى التفويض. أنا أسألك ما هو الشيء الذي تفوضه. إن كنت تفوض الأسماء قل لي أفوض الأسماء، إن كنت تفوض الصفات قل لي أفوض الصفات، لكن لا تقول لي أنك أشعري شافعي مفوض وفي نفس الوقت تقول لي أنه لا يوجد شيء اسمه صفات. التفويض يا رأس الشحم، يا رأس البرشني، يا رأس الشحم، يا رأس اللحم، يا رأس البرشني، التفويض هو تفويض معاني الصفات،
أنتم الأشاعرة وكل من سار على نهجكم تفوضون معاني الصفات وتنفون الكيف، ونحن نثبت المعاني معاني الصفات ونفوض الكيف. نحن مفوضة في الكيفية وأنتم مفوضة في المعاني ونفات للكيفية. فهمت يا رأس الشحم؟ نحن نتكلم عن الصفات، كيف تقول لا يوجد صفات لله وفي نفس الوقت تقول لي أنت مفوض؟ إيش تفوض؟ ما هو الشيء الذي تفوضه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل.